اخي خلاص طول بالك لك اخي انت شو عم تعمل؟ خلصنا بقى امشي معي. شو عم تعمل يا رشاد؟ شو عم تعمل يا رشاد؟ دخيلك يا ربي. لا تتدخل يا شيخنا، بدي اقتله واخلص. خلصنا بقى، هاي الامور ما بتنحل بهيك طريقه يا رشاد. خلص بقى طول بالك شوي. اسمعني يا دكتور، انا بحبك لانك خدمتني كثير، بس الحكي اللي عم ينقال ما حدا بيتحمله. انا واخي رشاد معنا حق. انا بحب بنتك يا عم حمد. وعم تقولها يا قليل الرأي، وعم يحكيها بدون ما يخجل. اخي هدي شوي الله يخليك. عمي وقف. دكتور طارق عرض علي الزواج وانا قلت له اني مو موافقه، بس هلا فيك تجي وتطلب ايدي من ابي يا طارق. ايه هيك ها، معناتها كل شيء رح يمشي حسب الاصول. بكره بيجي بيطلبها ومنعلن خطبتهم بالضيعه وهيك بيمشي الحال. يلا زينب امشي بنتي. يلا بابا، بس ما تكون اتضايقت مني. لا يا بنتي لا، ليش لا اتضايق؟ يلا تصبح على خير. وانت بخير بابا. يا اخي هيك كنت رح تقيم لأيامي؟ شفت شلون الشاب ما عنده نية سيئة؟ شو قصدك يعني؟ ليكون بدك تعطيه البنت؟ إذا اثنيناتهم بيحبوا بعض ليش ما وافق؟ يجي ويطلبها حسب الأصول وأنا ما عندي مشكلة. ما بصير، أنا مو موافق على هالجوازة. أخي هاي الزلمة رح يجي يطلبها البنت، شو بدك لسه؟ مبين إنك ما بتحبه للدكتور يا أخي، بس الشغلة لا بإيدي ولا بإيدك، ويمكن الدكتور طارق يصير صهرنا. بقى شو بدنا نعمل يا أخي؟ هاي الاسمة وهي النصيب. خلصنا هلا وقت مزحك يعني بكفي. بتعرفي انبسطت كتير للدكتور طارق والآنسة زينب. ديالا بنتي شو ما كنتي عم تسمعيني؟ وين كنتي شاردة؟ ما في شي، عم فكر شوي. شو كنت عم تحكي؟ كنت عم قول اني فرحت لدكتور طارق وزينب، وان شاء الله الله يتمم لهم على خير. ان شاء الله جدي، ان شاء الله الله يسعدهم مع بعض. انا بدي نام، بدك شي؟ تصبح على خير. وانتي من اهله، الله معي. هاي صار اللي بدك اياه، ورضيت زينب تتجوزك. يا ترى قراري صحيح ولا لا؟ أنا بحبه وهو بحبني، بس مو من حقي أعمل فيه هيك وخليه يتعذب معي. يا ربي يا ربي بترجاك تساعدني. ما عم صدق، قالت انها موافقه تتجوزني قدام عمها وابوها. يا الله حاسس حالي عم بحلم. انا بوعدك اني اساعدك يا زينب، راح اعوضك عن كل شيء.